على كل للمزيد من التفاصيل من مدينة كوفنتري البريطانية ينضم إلينا مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن. أهلا بك رامي معنا في النشرة الصباحية. يعني هذه التفاصيل والأتوات ما الذي تعنيه بالنسبة للنظام؟ كيف يجمع أرباح من كل هذه الممارسات؟ نعم صباح الخير. هذا تعني لبوتين الذي دافع عن النظام الآن. وقبل أن ندخل بهذا الحديث نقول للرئيس الروسي بأن نظام بشار أسد وروسيا وإيران يسيطرون فقط على 63.7% من الأراضي السورية، أكثر من نصف هذه المساحة هي صحراء أو بادية سورية. نعم. نعود إلى الفرقة الرابعة وما تمارسه الفرقة الرابعة وحزب الله على الحدود والله على اللبنانية. الآن نتحدث عن هذه الحيثية بينما الممارسة هي في كامل الأراضي السورية. يعني النظام بكل مستويات وأصبح الآن مشارك بكل هذه العمليات بشكل قطعي. نتحدث عن الفرقة الرابعة وسلط الضوء على كل منطقة سورية بعينها، كي لا نستطيع تسليط الضوء على كامل التراب السوري. نتحدث عن منطقة على الحدود السورية اللبنانية هي تقاسمها حزب الله والفرقة الرابعة. الفرقة الرابعة اليوم استلمت مكان الدفاع الوطني، لأن على ما يبدو الدفاع الوطني هو يتاجر مباشرة مع حزب الله، ولكن ضباط الفرقة الرابعة يريدون الأموال أن تدخل إلى جيوب ضباط الفرقة الرابعة مع تأزم الوضع الاقتصادي داخل الأراضي السورية. وهنا يعني عملية تجار المخدرات معلومون من هم في تلك المنطقة، وتحدثنا عن أحد كبار تجار المخدرات وتجار الأتاوات والذي يشتري الأراضي لصالح إيران وحزب الله من منطقة القلمون. لذلك أقول بأن ما يجري اليوم بحق أبناء تلك المنطقة من الأراضي السورية، هل هو بعيدا عن عين روسيا؟ ليس بعيدا، روسيا تعلم ذلك، ولكن على ما يبدو أن الضباط الروس أيضا في بعض المناطق يجري تبديلهم بشكل دوري. لماذا؟ لأنهم دخلوا في إطار أيضا الرشوة. طيب هنا أسأل، يعني سمعنا كثيرا في الأشهر الأخيرة عن عمليات تهريب، وخاصة تهريب مخدرات تستهدف أوروبا وأيضا دول المنطقة. ما الهدف من هذه الممارسة؟ هل هي طريقة للنظام للضغط على هذه الدول لإعادة فرض نفسه مثلا، أم هي طريقة لإعادة تأهيله مع هذه الدول؟ يا سيدتي، هي يعني تدخل في إطار يعني عدة أهداف للنظام وحزب الله. حزب الله والفرقة الرابعة أو حزب الله تحديدا من التهريب الخارجي هو يجني أموال من أموال المخدرات. بالنهاية المخدرات لا تباع، هي ليست يعني سجاير، هي مخدرات تصنع في تلك المنطقة. وتحدثنا عن مصانع للمخدرات تحديدا على الحدود السورية اللبنانية في عدة مناطق، ومنطقة القلمون يوجد فيها عدة مصانع. هذه المنطقة التي تحدثت عنها هي كانت وما تزال بإشراف حزب الله، ولكن عندما نتحدث عن الفرقة الرابعة التي هي فرقة في الجيش العربي السوري بين مزدوجين، ما علاقة الفرقة الرابعة بتجارة المخدرات عندما يتحول ضباط من الفرقة الرابعة لمشاركة مصنعي المخدرات؟ لكن نحن ما يهمنا بأن الأتاوات على المدنيين السوريين على الفلاحين بزريعة التهريب، من يقوم بالتهريب؟ هل يقوم بالتهريب ايضا في حمص؟ وهنا يعني نريد ان نكذب ايضا حسن نصر الله بان في مدينه بانياس الان وفي ميناء بانياس يوجد 5 ناقلات نفط ايرانيه، 3 منها للبنان واثنان جاءت لسوريا. لذلك اقول بان عمليه التهريب وعمليه فرض الاتاوي وكل ما يجري على الحدود السوريه اللبنانيه هو اولا باشراف حزب الله وضباط من حزب الله، وبعد ذلك بشراكه مع الفرقه الرابعه التي أيضا في منطقة حمص، منطقة دخول صهاريج المازوت الإيراني، هي قامت بإبعاد المهربين وانتشرت في منطقة القصير لتمهيد وتسهيل دخول صهاريج الوقود من بانياس إلى لبنان عبر تلك المنطقة من الأراضي السورية. طب هل نفهم أن هذه الأعمال هي طريقة النظام لجمع أموال بعد أن استنزفت أمواله، يعني لإعادة تمويل نفسه؟ هي طريقة ضباط من النظام. النظام هناك أنظمة داخل النظام، لا يوجد نظام واحد، لا يوجد فقط بشار الأسد الذي يزور روسيا الآن، يوجد ماهر الأسد المقرب من إيران، يوجد مجموعات حتى داخل قوات النظام أو ما تعرف الأجهزة الأمنية، جهاز مقرب من روسيا وجهاز آخر مقرب من إيران. لذلك أقول بأنه من يقوم في العملية يقوم لصالح الجهاز الخاص فيه وليس لصالح خزينة الدولة السورية
التي من المفترض أن تكون مسؤولة عن 63.7% من الأراضي السورية، والتي تعيش أو أصعب أوضاع اقتصادية الشعب في تلك المنطقة، ويعني يعيش قد تصل الأمور إلى المجاعة في تلك المنطقة دون أن يحرك النظام ساكنا. لذلك أقول أن التجارة هي لصالح قيادات وضباط في النظام وليست لصالح الشعب السوري أو الدولة السورية في تلك المنطقة. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من مدينة كوفنتري البريطانية رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.